غرفة تجارة الموصل اعتادت أن تقدم أنشطة لمحافظة نينوى، ومن ضمن هذه الأنشطة اليوم قمنا بنشاط سميناه هو نشاط الخيمة الرمضانية. الخيمة الرمضانية تشمل ثلاثة محاور. المحور الأول لقاء التجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال مع السيد محافظ نينوى الأستاذ عبد القادر الدخين لطرح كل المشاكل والمعوقات التي يعانيها التجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال من ناحية تجارية والاقتصادية، وذلك لتذليلها من قبل السيد المحافظ باعتباره القائد الإداري لمحافظة نينوى. والمحور الثاني طبعا مائدة إفطار للمسؤولين ومسؤولين محافظة نينوى وللأسرة التجارية والتجار والشركات المتميزين. والمحور الثالث مشاركة الشركات الفعالة في المحافظة في هذا المهرجان، وذلك التعرف على أنشطتها وعلى بضاعتها. وطبعا في هذا المهرجان الشركات التي شاركت قدمت عروض بحدود 20-30% من قيمة البضاعة المعروضة بمناسبة شهر رمضان الفضيل ومناسبة عيد الفطر المبارك. هذه المدينة ومن خلال هذه الكرنفالات نستطيع أن نقول أنه رسالة، نعم، مدينة ترفض الأفول والذبول والانكسار، مدينة لا تملك إلا أن تكون مركز إشعاع فني وفكري وثقافي وحضاري اليوم وتجاري أيضا واقتصادي. وستكون الموصل كما عهدناها سابقا قائدة ورائدة في جميع المناسبات والمحافل. هذا الحراك اليوم الذي رأيناه وهو أحد أبرز أنشطة غرفة تجارة الموصل سعت وبدأب واضح للملمة هذه الجراحات، ويعني عكس الوجه المشرق والمشرف لمدينة طالما أحببناها بعشق. المهرجان هنا يحتوي على 60 شركة مشاركة من داخل نينوى وخارجها أيضا. لدينا ضيوف من دهوك ومن أربيل ومن باقي المحافظات الأخرى. نعم، شركات. الشركات هنا فرضنا عليهم أن يكون أكو تخفيض بمناسبة رمضان، ويكون أكو عروض جدا قوية حتى نساعد أهالينا في نينوى يجون يتسوقون بكل أريحية. تمت مشاركة مصرف حمورابي في هذا الحفل الذي أقيم من قبل سادة غرفة تجارة نينوى، وذلك لإطلاع الجمهور على الخدمات التي يقدمها المصرف من خلال منحهم البطاقات الوقودية وبطاقات الماستر كارد، وأيضا من خلال تقديم القروض والقروض المصرفية. نعم، حوالات داخلية متوفرة. نعم، وايضا متوفر لدينا الاعتمادات خطابات الضمان المصرفيه متوفره لدينا ايضا. احنا شركه شعاع العراق، احنا شركه مختصه بمجال تكنولوجيا المعلومات. حاليا احنا عندنا انظمه وتطبيقات، اهم نظام حاليا احنا بدنا نشتغل عليه عندنا نظام شعاع، هذا نظام لاداره المولدات. احنا نزف بشرى لاهل الموصل انه احنا حاليا صممنا تطبيق، هذا التطبيق راح يمكن المحافظه ولجنه المولدات خلال 3 ثواني انه يسعرون. هذا ايضا مربوط بنظام الدفع الالكتروني، يعني راح يكون يم المولدات انه المواطن يطيق يسدد عن طريق الدفع الالكتروني، هو جالس ببيته مباشره يسدد للمولد. حاليا التوجه الحكومه نحو الدفع الالكتروني. فهي البطائق تستخدم بالتزود بالوقود، الدفع الدوائر الدولة كالمرور، الجوازات، وأي عملية دفع إلكتروني حتى التسوق. والله شاركنا بعدة مهرجانات، وإن شاء الله نشارك بعد كل مهرجانات، والدعم إن شاء الله من محافظة نينوى عايجينا بالمشاركات، لأن المنتج مالنا محلي وفريش، كل البضاعة مالتنا فريش، من الحليب الدسم والنص دسم، وعندنا الألبان كامل عندي من الكيلو 800 إلى 750 غرام، وعندي الأجبان عندي الصادة المالح، وعندي المثوم، وعندي العكاوي، وعندي اللورك. صابون الحلب بداية أفضل منتوج ممكن يستخدمه البشر للشعر والجسم. هسه حاليا هذا الوقت العالم متجه للشامبوات أو للصابون نقول يعني من غير زيوت أخرى، بس الحلب هو أفضل منتج لاستخدام الشعر والبشرة. تختلف نوعياته وصناعته حسب نسبة الغار. كل
الى الصابون اصلي تقريبا نطيق نقول، لان زيت الزيتون صافي. تختلف نسبه واسعاره حسب زيت الغار عندنا. الاسعار بصوره عامه، الاسعار عندنا الصابون اسعار من الكيلو ب 6000 فما فوق الى الكيلو ب 30 ب 35000 حسب جوده الصابون.